ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف يموت القلب وتنتحر الأشواق. الموج الأزرق في عينيك يجرجرني نحو الأعماق، أزرق أزرق لا شيء سوى اللون الأزرق. وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق. وفي عز الأمان ضاع مني الأمان، وفي عز الأمان ضاع مني الأمان، وفي عز الأمان ضاع مني الأمان. وتريني ماسك الهوى للدنيا. عصفور الحب، عنوة القلب، حبيب الشعب، عن دمير مصر وابن الأمة العربية. صحابي يا أملي يا جيراني، أنا عايز أخدكوا في أحضاني. صحابي يا أملي يا جيراني، أنا عايز أخدكوا في أحضاني. وبدلا من أن يقابل المولود الجديد بالفرح والسرور، استقبل بالبكاء والنواح، حيث رحلت والدته أثناء ولادته، ولحق بها والده بعدها بعدة شهور. وحين أتم عبد الحليم الرابعة من عمره، ألحقه خاله بكتاب الشيخ أحمد الكائن بقرية الحريري، إحدى ضواحي مدينة الزقازيق. وتمر الأيام ويلحق عبد الحليم حافظ بملجأ للأيتام، ويبدأ تعلق عبد الحليم حافظ ورغبته في تعلم الموسيقى حين التقى برجل يدعى محمود ندى، حيث اكتشف موهبته وتولى توجيهه خلال فترة تواجده بالملجأ، إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية عام 1945. ومضت حياة حليم في الملجأ إلى أن بلغ 16 من عمره، فكان صبياً يغلب عليه طابع الحزن والأسى، حيث تركت فترة إقامته بالملجأ في نفسه جرحا عميقا. مفرقين الشموع قلبي نصير
مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين. والتحق عبد الحليم حافظ بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات حيث نصحه محمد حسن الشجاعي أن يدرس بقسم الآلات لكي يصبح مطربا دارسا، واختار له آلة الأقوى. وعين عبد الحليم حافظ مدرسا للموسيقى، إلا أنه لم يستمر كثيرا، حيث استطاع صديقه وزميل دراسته كمال الطويل أن يوفر له عملا في فرقة الإذاعة الموسيقية بمرتب قدره 60 جنيها في الشهر. ويلتقي حليم بصديق عمره الملحن محمد الموجي الذي يشجعه على أن يغني بصوته بدلا من عمله كعازف، ويتوسط له لدى المعلم صديق أحمد أشهر متعهد حفلات. ويتم الاتفاق ليغني حليم على مسرح بالإسكندرية على مدى شهر كامل مقابل 5 جنيهات كل ليلة، ولكنه يحقق فشلا ذريعا على مدى 10 أيام متواصلة، وكان الجمهور يطالبه بالنزول من على المسرح بأصوات اعتراض هستيرية. وتمر الأيام ومحاولات العندليب للغناء لا تهدأ، إلى أن تأتيه الفرصة مرة أخرى، ويظهر حليم في حفل أقيم بمناسبة العيد الأول لثورة يوليو، ويتملكه الخوف حيث سيغني في حفل به نخبة من نجوم ذلك الوقت المعروفين أمثال فريد الأطرش، شادية، محمد فوزي، عبد العزيز محمود وكارم محمود. ايوه يا دنيا ايوه كده، عمري ما شفتك حلوه كده، ولا غنيت لك غنوه كده، ولا غنيت لك غنوه كده. وفي تمام الساعه 12 مساء يظهر فوق المسرح فنان الشعب يوسف وهبي ليعلن بصوت قوي: مع اعلان ميلاد الجمهوريه سنقدم لكم ميلاد مطرب جديد هو عبد الحليم حافظ. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه، الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه، في جهادك قوه وسلامك غنوه، يا بلدنا الحلوه الحلوة بتسبقي في المجد علا الله يا بلاد. وتمر الأيام ويعلو نجم المطرب الشاب عبد الحليم حافظ ويتربع فوق عرش الغناء في مصر والعالم العربي، ليصبح حليم رمزا لعصر كامل من الطرب الأصيل، وليحدث ثورة في عالم الغناء العاطفي والوطني، ويسجل علامة في تاريخ السينما العربية من خلال مجموعة أفلامه الغنائية التي ما زالت الجماهير تتعطش دوما لمشاهدتها. ورغم صراعه مع المرض إلا أنه لم يتخلى يوما عن جماهيره العريضة، غرد للأمل وهو فاقده، غنى للحياة وهي خصيمته، غنى للفرح وهو يستجدي إغفاءه بدون ألم، غنى للسعادة وهو الذي ودعها منذ أن عرف نفسه، غنى للعذاب عله يرق لجراحه وآلامه. غنى عبد الحليم حافظ متحديا الآلام، متحديا العذاب، متحديا الضعف، ومتحديا الجراح. غنى حليم وغنت معه كل القلوب، غنى حليم وألهب حماس الملايين من أبناء هذه الأمة، وما زالت أغاني ميثاقا للفن الرفيع، وما زالت نغماته دستورا للفن الراقي النبيل. ورغم السنين ما زال بداخلنا شوق وحب وحنين. الهوى هوايا، انا الهوى هوايا، ندخل
كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي، ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي، واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. انا الهوى هوايا هوايا. ايه حكايه الصوره الجميله دي؟ كانت في المغرب. كنت في المغرب؟ كنا بنعمل حفلات سوا في المغرب. وكان لينا ذكريات جميله جدا مع بعض. معروفين مش معروفين؟ هو اسف بس الاستاذ محرم طبعا عشان كلنا عارفينه، استاذ محرم استاذ عبد الحليم. كنوه عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي قلبي ليه تخونوا؟ Shut up.